السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أغهرين وحن سلام يا دمان أمد الصوماليات ملك استواء الجوغان دلك قذيسة إيد بديسة أني غودها يا همبليو قوش وين أي صوماليا أسوهويتي مركحيغا وحن أمهد علينيا حلبانا ذا قرنك الصوماليات كوودا سنت كاي أقل كسره إيو كوا بارلمانكا إيو قدون كودا أو أن لي هاي إيغانا همباليو هديدان أدنكو أهين وحن أمالين يا صوماليا حالة ديدا إنكستو وحوال بابا أيتا هاي مقادر ألي إن إسلام كسي ترنان لهيت لكن إلهي وذين وافجيي توفيق دو ونكسن مركز الدحات وحان أهم بلينا يا مدحوينها عصب إيه إلهي نصيبك أسيي إنو هقاميو صوماليا ولا ليال حل دنبنا وكجرنا وحلق قلوب تأيد دقنتهاي وحلق سفي عن وحلسو شيقي كرو وحلق قلبك وحي الورد وقبن كرو وحير إلى دقيستا أنا قوانا قد يرانين هذلك ولا ليال ساتكور هيسان مدحوين فرماجو مركي اوه ريسي اي آنو اسبرني وحي هيد مركو صومك عابي مدحوين شيخ شريف magacaabista uu soo magacaabay ninkii ugu horeeyay ee la kulmay ee ka socda baarlamaan Soomaaliyeed isla markaasna madaxdi baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa anigoo ahaa gudoomiyaha gudiga cadaaladda ee baarlamaanka federaalka ayaan waxaan ugu tagay gurigiisa waxaan weydiiyay hal su'aal سؤال أن ودي وحي هيد مدن برايم منستر وغورين برشا ونكسن برشا كت بعدي وحن كويدينا يا هل سؤال سؤال أصلا وحي تهي وحي جرا دات نباتيسن او بيرلي او اسلام مركزنا اها dadka ugu soo wax soo saarka badan Soomaaliya oo hadii ay subaxiyan yada keenin ama aysan galeeyda keenin ama aysan keenin saliidda macsaro ee sinta laga yaabo suuqa inuu xiran yahay oo goosaarkii hilibka loo waayo dadkaasi maxaa ugu tala gashay wuxuu yiri Sheikh Jaamacu hal arin iga balan qaad oo aan ku balanno wuxuu yiri wasaaradaha waxay ka kooban yihiin A iyo B iyo C A wixii aan qaybino ayay dadkaas beeraleydana leeyihiin B wixii aan qaybino ayay dadkaas beeraleyda leeyihiin C wixii aan qaybino ayay dadkaas beeraleyda leeyihiin si cad ayaan waxaan ugu yiri إلهين ومقلاي حيل دنبنا أن كجرنو بارلمانك واكو باس مرينيا ما أنت كبلا بطنا وحاتا هاي بريم منيستر كي سوماليا وانا وذا شقينينا بلان ويويري وحانو أباب الأقلني سدي بارلمانك وقباس غرين لها وحان كقولي سني إن لباس غريو بلانتي وأوكدبيي حكومة دي أصاد دي سي وزارة دي هي إيغا أها
أيوه وحون السيء وزارة دعاف ماتك رونا هانت دت بذنا كحماضي محي لي أول عادة وحوه هدت كمبير لي ذا وزير كدلني رضي سبورتك وزير كعيارها وزير كمحو أهاي وحا لكن وهكب الدلنتي وعكاني وزارة عافماتك وهي أذها وسرية أي وطنك أي حكومة أما دولة ذي أي لاذها وأهم بلياني أرجي كلنو علني وحقها مناسبة ما أنت أجوكتو وحاجاري دونتا مال كسي سري صدو الله أود اللي إدمو وحا مركز إقرب صعدة إقرب تاغن الله أنا حريستين اللي راد حسين بانتو أوردي سندي لبدي كون يا لبي التبنكا مركان حمر كسو تغاي اي ان فرماجو اسكو ارغني حمر مقدسو اسوغو ولب سيغار نوو ييري ايا وحانري اسنري ما دام او كاني وزارتي او فيعنيت وحان او دعينينا انو هوغانكا سوماليا او نوقدو فرماجو markii ugu dambeeyay ee 12kii 2012kii oo aanu kulanay oo weliba asaga uu soo dalbaday kulankii aan la yeelanayna waxaanu ku niri haquusanin insha Allah mar uu dalku u hoggaamin doonta hadduu kasoo tagay waxa dhashay inuu meel maxfal ah isagoo markaa xilki aanan wadin inuu yiraahdo waxa jira dad beerley ah oo laga soo bilaabay lixdankii ilaa iyo hadda xuquuqdi ayagu ay mudnaayeen aanan la siinin taas ayuu maanta ku maneystay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya marka walaalayaal marka lixdankii la leeyahayna dadka uu u doodaayo waa dadkii xurriyadda ka soo qayb qaatay waa dadkii culimada oo diinka lahaa waa dadkii ay ka dhashan sheekh Aweys dheere waa dadkii ay ka dhasheen Sheekh Nuur Xuseen waa dadkii ka dhasheen Sheekh Farj waa dadkii ka dhasheen Sheekh Ooyaaye marka ninkaasi dhul ma dhacaayo haba yaraatee sida aad ka warhaysaan maalintii xurriyadda la qaatay sidoo karun sheegay madaxweynaha lixdankii xukuumadii ugu horeysay la dhisay markii dadkan laga tagay islaan abootaday waxay tiri jadwaal la qaada جف مركا وا سي ودا جيرا غعمها سو قبسنو سوماليا هنو لاتو سوماليا ها غوليستو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غوليست ادنكن